السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، ما يحدث هذه الأيام في مدينة الميرية شيء عجيب وغريب. حط لكم حاجة واحدة برك، كلاب ضالة متشردة احتلت ساحة المدينة، ساحة المدينة الكبيرة. يعني تصوروا هذا الكلام، الفيديو أو الصورة المرفقة توضح لكم كل شيء، وتعرفوا لين وصلت الحضارة والتقدم الرقي في مدينة الميرية. ما نهضروش على الخنادق المنتشرة في كل مكان، والدنيا محفورة، قاع محفورة. ها راهو شونتي كبير، شونتي كبير، وكي تيجي يشتاح بس الخدمة. نوريه لكم هذا الفيديو، الصورة فقط. يعني كلاب متشردة ضالة احتلت المدينة، ما خلت حتى واحد لمدة زمنية معينة. بارك الله فيكم. ما تنسناوش، ما تنسوناش بلايك، لايك جماعة، لايك، ابوني، وتفعيل جرس بيوصلكم كل شيء إن شاء الله. شكرا جزيلا.